ما حدش بيبيع ولا بيشتري، بقول لك كبيرهم نص كيلو ربع كيلو. زبان زبان سنتها سودة ومصر سنتها سودة. بسبب ايه؟ بسبب السيسي احسن راجل في الدولة، صلى على النبي مغللنا كل حاجة، هو اللي غلاها وانا اللي غليناها ويعني ما نتحبس. لو انا عايزة اجيب مثلا كيلو ولقيته بالسعر ده هجيب نص كيلو، كنت الاول بجيب كيلو دلوقتي بجيب نص كيلو. بيختلف طبعا، زمان كان ممكن بتنزلي بمصروف حتى قليل كان بيكفيك وبيفضل منه، لكن حاليا في الوقت اللي احنا فيه ما بقاش يكفي زي الاول، وناس بتعاني زي انت ما شايفه السوق ده ملان دلوقتي، ما فيش ناس تشتري لان الحاله والماديه ما فيش، تعبانه الناس ما عادش فلوس. نشفها السيسي، البلد ناشفه من فوق، السيسي نشفها، بس كل السيسي ارحم الناس.